من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير ولئن صبرتم لهو خير الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. يا جمال الأنبياء يا أكمل الأصفياء يا أجمل الأنبياء يا أكمل الأصفياء يا خاتم الرسل ما أحلاك في قلبي يا يا ذا الذي نسخ مطوية عطية أزلية يا ذا الذي نسخة الأكوان فيك مطوية عطية أزلية أنت سجدان يا ربي
للورى يا صاحب المدني صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا سيد الرسل أنت أستجير به في
كل حال فإني عنك لم أحد. يا رسول الله بارك بالغياث المستديم. يا رسول الله بارك بالغياث المستديم نازلا في ظل دارك أيها المولى الكريم. نازلا في ظل دارك أيها المولى الكريم. وأغثنا بانتصارك نحن في كرب بدر التمام. ثم صاحب ما تجلى في الدجى بدر التمام. يا رسول الله غوثا ومدد، يا حبيب الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رسول الله كن بنا شافعا. يا رسول الله أنت والله شفيع لا ترد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا سيد الرسل حاليا تتعلم ومن سواك بحق جاهك عند الله خذ بيدي. من أتاك فقيرا لست تحرمه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحق جاهك عند الله
بحق جائك عند الله خذ بيدي من أتاك فقيرا لست تحرمه ومن أتى غيركم والله قد حرما ومن أتى بابكم فالسعد يخدمه حب النبي والآل دين ومذهبي حقا ويقين حب النبي والآل دين ومذهبي حقا حقا ويقين وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضاء فالشمس بعض من ضياه والبدر نوع من سنا فالشمس بعض من ضياه والبدر نوع من سنا والكل في معناه تاه لم يدركوا حقا حقا ويقين حب النبي والآل دين ومذهبي حقا ويقين وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضاء سيدي أبا الزهراء غوثا ومدا حبيبي رسول الله عليك المعتمد نبي الله كن بنا شافعا أنت عند الله شفيع لا ترد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رعى الله بطيبة وحيا ليال ما عرفت لها قدرا ليالي وصال ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى سألت إلهي يا إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب ندخل من باب السلام مسلمين على الهادي ونفرح
بشرى وأقول يا رسول الله جئتك قاصدا أجرنا من النيران يا أشرف الورى قد رى مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء صحيقف بماليا أمام الحضرة النبوية يا صحيقف بماليا أمام الحضرة النبوية اقضي فروض التحية في ليل ونهار ونهار قبل سرى روضة المختار والتزيني ركنا بشباكه الفياض بالكرم واستغضب الطرفة واستحضر القلب واقصد سيد الأمم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واسكب دموعك في الأعداد المتجئة واسكب دموعك في وامسسوا ما شئت من ضيم ومن ألم هذا رسول الله هذا رسول الله هذا قطب رحمة هذا ملاذ حمار مفرج الأمم
هذا الذي لا يرد اللائزون به سلامي عليك يا رسول.
ولم يروا في الدوار سواه قربهم منه واجتباهم الله قربهم منه واجتباهم الله فنساه الفكر في علاه الله فنساه الفكر في علاه ليس لهم لي سوى التفات الله ليس كيف وقد شاهدوا سنه الله كيف وقد شاهدوا سنه أزال حجبا الغطاء عنهم الله أزال حجبا فاستنشقوا نفحة هواه الله فاستنشقوا نفحة هواه تجلى بالنور والبهاء الله تجلى فادخل حماه الله والعز عزي فادخل حماه ماذا قطع ما الغرب إلا الله ماذا قطع ما الغرب إلا الله من عرف الواصل أو تراه الله من عرف الواصل أو دراه ما
فذكرت ربي الله إني إذا ما فذكرت ربي الله أهتزت شوقا إلى لقاه الله أهتزت شوقا إلى لقاه أهيم وحدي بصدق وجدي الله أهيم وحدي بصدق وجدي الله وحسن قصدي عسى أراه الله وحسن قصدي عسى أراه فانظر إلى الكون باعتبار الله فانظر إلى الكون باعتبار الله في أرض مولاك وسماه الله في أرض مولاك وسماه واسمع إذا غنى المثاني الله واسمع إذا غنى المثاني الله تقول يا هو لبيك الله الله تقول يا هو لبيك الله وشفانا وشفانا وشعار أهل العشق ذل
يرون في الحب سفك دمانا. فإذا ليل الحب أصبح راضيا يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي تجلى علينا علينا تجلى علينا علينا تجلى علينا. فإذا أصبح راضيا والكون في غضب فذاك منانا يا منانا يا منانا يا منانا يا منانا. في الغرام وهكذا دين المحبة في الغرام أتانا. يا قلب لا تجزع يا قلب لا 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 يا قلب لا تجزع وكل بمسرة هذا الحبيب هذا الحبيب هذا الحبيب إلى الوصال دعانا. أو تغيق بنا الدنيا إذا غبت معنا تغيق بنا الدنيا إذا غبت معنا وتذهب بالأشواق أرواحنا منا وتذهب بالأشواق أرواحنا منا. يحركنا ذكر الأحاديث عنكم يحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا. فقل للذي ينهى عن الوجد أهله إذا لم تذق معنا شراب الهوى دعنا إذا لم تذق معنا شراب الهوى دعنا. أو إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء ترقصت الأشباح يا جاهلا معنا ترقصت الأشباح يا جاهلا معنا. إذا ذكر الأوطان حن إلى المعنى إذا ذكر الأوطان حن إلى المعنى. يفرج بالتغريد لما بفؤاده يفرج بالتغريد لما بفؤاده فيطرب أرباب القلوب إذا غنى فيطرب أرباب القلوب إذا غنى. أو كذلك أرواح المحبين يا فتى بحرمة طه نبي الهدى يا من إليك حنين القلوب بحرمة طه نبي الهدى بقافلة الحق أهل الغيوب رجال الطريق بحور الندى أغيثنا وفرج جميع الكروب فقد طال فيها علينا المدى وفرج جميع القلوب فقد طال فيها علينا المدى. ولا تمتحن لأجل الذنوب ولا تذهب القصد من أسودا. الله محمد رسول الله.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. بعد أن قمنا بهذه الجلسة المباركة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره العظيم، سمعنا هذه الآية الكريمة. هذه الآيات التي نسمعها بعد انتهاء المجلس نتدبر بها هي الثمرة حتى ننظر إلى أنفسنا، فهل نحن نطبق القرآن؟ هل نتدبر القرآن؟ أما نقرأ ولا نتدبر؟ ولذلك علينا أن ننتبه في هذا المجلس المبارك أثناء الذكر في بعض الأحباب لا يحرك لسانه بالذكر، بيريك سين الظهر لا يحرك لسانه، في عم تفرج على الذاكرين. فهذا أتى إلى مجلس الذكر ولو لم يذكر، ولكن الله ببركة الذاكرين يشمله بالمغفرة. ولكن يا أخي الكريم، أتيت ودخلت باب بيت الكريم، فلا تحرم حالك من هذه المائدة. إذا ذكرت بلسانك فأنت ذاكر والله يذكرك، وإن ذكرت بلسانك وقلبك فيطمئن قلبك بذكر ربك. ولكن إذا ما ذكرنا بلسان الناس عم تفرج مثل مائدة واحد حيططها فيها الطعام الطيب وعم هدوك عم بيأكلوا وعم تفرج عليهم. شفتوا هيك واحد إذا دعوا على مائدة؟ يا أحباب، شفتوا هيك واحد إذا حطوا له المائدة اللي فيها الطعام الطيب وإذا به لا يأكل يتفرج؟ ما شفنا هيك واحد. ولزان غذاء القلب حريصين على أن نتناوله حتى نغذي أجسامنا. لكن بقى هذه غذاء القلب إشو؟ ذكر الرب. مثل الحي والميت، يقول عليه الصلاة والسلام، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. بدك تحيي قلبك بإيش؟ بأنوار الذكر. ذلك أي تذكرة لبعض أحبابنا، رأيته مسكين إنسان يتظهروا حيث والأحباب عم بذكروا بلسانه وهم يذكر بقلبه، ويتوجهون بقلوبهم إلى ربهم وهو ساكت ولا يحرك لسانه. لا تحرم حالك يا أخي، المحروم من حرم خير هذا المجلس. فهمتوا يا أحبابنا؟ حضرت المجلس وأنت فيه الخير موجود، وأنت ما عمال تأخذ من هذا الخير تغذي قلبك وروحك بذلك. وهذه تذكرة نذكر بعضنا، لأن نحن نحب إن شاء الله الذاكرين والجاسمين، كلنا إخوة بالله. ذلك علينا أن نستفيد إن شاء الله بهذه التذكرة كلنا. تاني مرة، حاسب نفسك وراقب لسانك وقلبك حتى تستفيد من هذا المجلس المبارك. نأتي إلى هذه الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وصايا كم وحدة؟ الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى. ما بدك تحصل تفلح صير من الفائزين عند رب العالمين إلا بالعمل. الآن نسمع. ختمت هذه الصورة بما يوجب المحافظة عليها، أي آخر الآية، آخر سورة آل عمران. ختمت الصورة بهذه الآية، فقيل على مشاق الطاعة، اصبروا على مشاق الطاعة وتكاليف الدين. لأن صبر ثلاثة: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية،
الصبر على المصيبة. الصبر ثلاث أقسام: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية تبتعد عنها، صبر على ما يصيبك من مصائب الدنيا. ولذلك قال تحتاج إلى إيش؟ مشاق الطاعة تحتاج إلى صبر. تكاليف الدين كلها صيام صلاة كذا، فيها النهي لا تقربوا الزنا لا كذا لا كذا من المنهيات، هي بدها صبر. خصوصا هذا الإنسان عم شوف هذه المناظر، هاي الآن التفلت السريع، مو تفلت شوي شوي، ما بشوف إلا قلبيت. صار الشباب يلبسون مثل النساء والنساء يلبسون مثل الشباب، وشيء هذا محزن. كل واحد بالنسبة للشاب عم شوف حاله أنه هو لبس لباس صحيح، لبس لباس ديني، والمرأة بالمثل، خاصة النساء. عندك بنات يا أخي الكريم، عندك نساء زوجتك، راقب ربك في ذلك. إيش هو لباس الشرعي؟ بس واحد لبس بنطلون وحط إشابة راسه، هذا الشرعي؟ وصفوا أهل العلم باختصار أن لا يشف ولا يصف. فهمت يا أخي الكريم، يا أب يا أخ، لأنت مسؤول على هذا الأمر، انتبه، هذا الأمر خطير. انتشار فتنة النساء في الشوارع، في المحلات، في الأسر، هذا بلاء يؤثر علينا. ليش عم تشتد علينا الأرض؟ ما عم نفهم على الله، ما عم نفهم على ربنا، كأني نحن ما لنا شرع، ما لنا شيء. لذلك نسأل الله أن يردنا ويرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً. ووقفنا الوقفة الصغيرة مشان ننتبه على حالنا، كل واحد يشوف نفسه، يراقب قبل، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. سيدنا عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هون الحساب، هون حاسب نفسك، تقول هنيك يأخذ كتابك بيمينك، يوم يأخذ من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ولذلك اصبروا على مشاق الطاعة وتكاليف الدين وما يصيبكم من الشدائد في الدنيا. هذا الصبر، اصبروا وصابروا. ايش معنى صابروا يا حاج عدنان؟ ايش معنى صابروا؟ اي غالبوا اعداء الله. صابرون يعني لما بده ياتينا العدو ايش بده؟ مصابره. وصابروا اي غالبوا اعداء الله بالصبر في مواطن الحرب، أو ناحية تانية في جهاد العدو الكافر، في جهاد النفس. أيهما الجهاد الأكبر؟ جهادك في الطاعة وترك المعاصي جهاد كبير، وأما الأكبر جهاد النفس. الجهاد بيقولوا هذا بيروح على شغله على عمله، هذا الجهاد الأكبر يقولون هؤلاء الناس. في جهاد صغير وفي جهاد كبير وفي أكبر. إيشو أكبر الجهاد؟ أن نجاهد أنفسنا على الطاعة ونترك المعاصي والمخالفات في ذلك. ولذلك قال بالصبر في مواطن الحرب أو على مخالفة الهوى والمعاصي. ورابطوا، إيش معنى رابطوا؟ أي أقيموا في الثغور رابطين. الحدود مو بحطوا هنا الاسماء، لازم يكون موجود. هؤلاء الجنود مرابطين على الحدود، اي لابد منا، لان الاعداء يتربصون بنا. نسال الله ان يردهم الى ذلهم والى طردهم من هذه الحاله التي فيها هم مترصدين ومستعدين للغزو. الجهاد ما بقى فيه هلا جهاد، واقفين نحن دفاع،
أين الجهاد؟ تؤخذ الأراضي ونحن لا نجاهد. ونسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. ثم الوصية الأخيرة: واتقوا الله. إيش التقوى؟ أي مخالفة أمره على الإطلاق. التقوى ترك الحرام، صلي وحجي وكذا وعم تلبس في المعاصي وملازم الطاعات، هذا متقي. ليس التقوى بكثرة الصلاة والصيام، وأما التقوى بترك الحرام في ذلك. ثم ختم الآية الكريمة: لعلكم تفلحون، أي تنتظفوا في زمرة المفلحين. من دول المفلحين؟ الفائزين بكل مطلوب، الناجين من كل الكروب في الدنيا، في الآخرة فائزين بالنعيم المقيم في ذلك. فإذا يقول شيخنا حفظه الله: ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى عن عطاء رحمه الله تعالى أنه قال: طلقت مع ابن عمر وعبيد بن عمير رضي الله تعالى عنهم، فاستأذنا على السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبيننا وبينها حجاب. إذا بنسمع أن يلتقوا بعض الصحابة يجوا بيسألوا ستنا عائشة، تجلس معها مثل ما هلا عم نشوفهم في المحطات الفضائية الإسلامية، شلون عم بده يسألوا للنساء والنساء تسأل وهكذا. يعني قال في حجاب، قفوا في حجاب، هي في البيت وهن خارج البيت أو في ستار. فاستأذنا على السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبيننا وبينها حجاب. ذلك نزلت آية كريمة: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تلا بجي الأخ بختلطوا هذا جيب زوجته، هذا وين الحجاب؟ بينعزلوا، بيطيع هذا بدق الباب بيشوف أخوه، ما بيشوف إلا بتقول له تفضل، ما هو أخوه، تفضل نشرب لك كاس الشاي فنجان قهوة تفضل. وإذا به صير خلوة وما أشبه ذلك. الآن يعني شيء هذا كله عم نشوفه كلنا نحن. فقال لها ابن عمر رضي الله عنهما: أخبرينا بأعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش أغرب شيء اللي أنت شفتيه من حضرة النبي الكريم؟ فبكت، بكت السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم قالت: كان أمره كله عجبا. أعماله كلها فيها العجب. أتاني في ليلتي، ليلة التي يبيت فيها عندي، ليبات عند هذه الليلة، فاضطجع في فراشي حتى مس جلده جلدي، يعني اقترب منها مع بعضهم، ثم قال: يا عائشة، أتأذنين لي أن أتعبد ربي هذه الليلة؟ بدي أستأذن النبي تعليم إنه، لأن هذا الأمر قيام بأمر الله، بدي أستأذنه، لكن تعليم إنه لازم. أنت كمان إذا كان بدي تقوم في هذا الشيء، حق الزوجة مو له وقت، هلا ما بصير. الزوجة لها حق، الأمانة لها حق. فاستأذن حضرة النبي، استأذن كله اسم تعليم، تعليم وإرشاد إنا يعني. فقلت: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك. عم تنظر سيدة عائشة محبتها بالنبي الكريم لا تريد أن تتركه أو يتركها يعني، وأحب هواك. أنت إيش بتهوى؟ دي هو يقوم يناجي ربه. وأحب هواك. فتوضأ بعد ما جاوبته هذا الجواب بعد الاستئذان،
فتوضأ ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته من شدة البكاء الدموع نعني، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض. هو ساجد ولسه يبكي عليه الصلاة والسلام، ثم اضطجع على جنبه فبكى بعد ما انتهى من الصلاة يعني، حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال: ما يبكيك يا رسول الله وقد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك، ليش عم تبكي يعني يا رسول الله؟ فقال: ويحك يا بلال، ما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله تعالى علي في هذه الليلة هذه الآيات. لما نزلت هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة يعني، ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، يعني ويل تنبيه وتحذير، لما تقرأ كتاب الله تدبر تفكر حتى تزداد إيمان وتزداد فهم بكلام الله. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، وجعلنا من التالين له حق التلاوة، والعاملين به برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فداوم على ذكره الغني حقيقة.